كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحكمة من وجوب صوم رمضان. أحكام الله سبحانه وتعالى إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، وقد اجتمعت المصلحتان الدينية والدنيوية في الصيام. فمن حكم الصوم أولاً تحقيق التقوى في قلب المؤمن. قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى صفة معنوية راسخة تحمل صاحبها على فعل المأمورات واجتناب المنهيات. وثانياً كسر شهوة النفس وإرغام الشيطان وحفظ الجوارح وتربية المسلم على الإيمان والصدق في أعمال السر. وثالثاً تعظيم الثواب وتكثير الأجور ومضاعفة الحسنات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحديث متفق عليه. رابعاً أن في الصوم نشاطاً للإنسان وصحة للأبدان، وهذا شيء يقر به الأطباء وتشهد له التجربة. خامساً من حكم الصوم تليين قلوب الأغنياء على إخوانهم الفقراء. فعندما يجوع المسلم يشعر بقدر معاناة أخيه المسلم الفقير، فيحنو عليه ويبذل له ما يستطيع من الإحسان والصلة. وهذا أمر معلوم مشاهد بحمد الله في رمضان، حيث يرى الواحد منا كثرة الصدقات والمواساة والإنفاق في وجوه الخير في هذا الشهر الفضيل ما لا يراه في بقية الشهور.